صباح الخير، اسمي رجل ياس، أنا معلم إلكترونيكا. اليوم بدنا نتعلم عن الترانزستور، كيف بيشتغل كمفتاح كماتج اللي بيساوي عملية الفصل والقطع on off. طبعا كمان بالإضافة إنه بيشتغل كمفتاح switch on off، كمان إنه هو بيساوي عملية تكبير للتيار الكهربائي، لأنه في دوائر اللي إحنا بحاجة إنه التيار يكون أكبر ما إنه هو بالأساس. وطبعا كمان بدنا نشوف أسئلة محلولة، حل أسئلة المقصود اللي فيها الليد LED اللي هو Light Emitting Diode. بنساوي هيك مراجعة سريعة على الموضوع. طبعا الدرس هذا يختلف عن درس اللي بيشتغل فيه الترانزستور كمكبر كمكبر. هنا بدنا نشوف انه بيشتغل بالمجالين التنايا. الترانزستور عنده ثلاث مجالات، ثلاثة تحميم اللي هو بنسميه الكيتاون الرفايا والبعيل. احنا بدنا نشتغل اليوم مع المجال اللي هو بيكون رفايا إشباع ساتوريشن، ولما بيكون هو بحالة أوف إنه فيش عندي طيار آي بي. زي ما ذكرت إنه إحنا بنشوف إنه استعماله مش كمفتاح، كمان أمرات ممكن يكون بيساوي عملية تكبير للطيار، لأنه إحنا بحاجة إنه نشغل أمرات مستهلك اللي استهلاك الطيار تبعه أكبر من ما انه موجود. نرجع شرح على الرسم البياني. هذا هنا المجال تبع الاشباع ساتوريشن، هذا الخط اللي بيفصل بين المجال تبع الرفايا وبين انه هو بيشتغل بمجال البعيل اللي هنا بيشتغل كمكبر. هذا المجال هو تبع القطع اللي هو بيكون بوضع off كيتاون اللي فيه الـ IB يساوي 0. زي ما شايفين IB يساوي 0، هذا هو هون. وبالمجال تبع الـ saturation الرفيام بيكون عنا الشرط انه البيتا IB اكبر من IC. واذا متذكرين لما بيكون البيتا اي بي يساوي اي سي احنا بنكون بهذا المجال اللي هو تحويل البعيل وبيشتغل كمكبر. مهم جدا كمان ننتبه انه بالمجال تبع الاشباع هون الريفيا ساتوريشن انه التوتر المتح في سي اي بيكون تقريبا 20 فولت اللي هو متح كتير صغير، توتر كتير صغير. طبعا من ناحية نظرية ممكن نقول ممكن يوصل للصفر، أما من ناحية عملية مش ممكن يوصل لصفر. ومنزيد الأحرف بالإنجليزي السات من كلمة saturation عشان نميزها عن القيمة العادية اللي هي عادة بتكون saturation هي 20 فولت. نشوف مشبات كهف العبودة تعلمنا عنها بالدرس اللي بيشتغل فيه ترانزستور كمكبر. هذا الخط المستقيم هو المعادلة تبعت كهف العبودة، وطبعا نقاط التقاطع مع الاي بي المناسب اذا كان هون او هون هو منطيني اللي كنا نسميها نقودات العبودة اللي هي الاحداثيات تبعت الطيار اي سي الكهربائي والتوتر الـ VCE. نأخذ على سبيل المثال نقطة تقاطع مع الخط المستقيم اللي بنسميه أوفيان اللي هو ملائم لقيمة طيار IB 20 ميكرو أمبير. فإذا بنأخذ هاي نقطة تقاطع اللي رمزنا لها بالرقم 1 والإحداثيات تبعتها هي IC 1 و VCE 1. طبعا نقاط التقاطع
مع المحاور ال VCC هون وال IC Max اللي هي كانت تساوي VCC على RC زائد RA. شرحنا عنا بدرس الآخر تبع الترانزستورين اللي هو بيشتغل كمكبر. هاي نقطة تقاطع اللي هي ملائمة للطيار IB. على سبيل المثال إذا الطيار IB كبر أو كبرناه لقيمة IB2 هي 40 ميكرو أمبير، فإذا نقطة تقاطع بدها تزيح لهون لنمرة 2. مش شرط انه احنا نكبرها بس من 20 ميكرو 40 ميكرو، بس بما انه الخطوط هي 20 40 عاد اخذنا انه هي ب 40، ممكن كمان يكون هون 30 او اي خط تاني، بس برسم هون ولا رسمنا كل الخطوط، رسمنا قسم منهم. فاذا بنشوف لما التيار اي بي كبر، فاذا النكودات العبوده زاحت، بس الازاحه تبعتها بتكون على الخط هذا اللي بنسميه احنا كاف العبوده، مش انه بتزيح بشكل عشوائي لنقطه عشوائيه، الا الازاحه تبعتها بتكون على الخط المستقيم زي ما شايفين نقطه 2. طبعا احنا بعدنا بالمجال اللي بنسميه اللي هو تحوم البعيل اللي بيشتغل فيه ترانزستور كمكبر كمكبر. إذا منكبر كمان الـ IB، فإذا إحنا إسا بنساوي نقطة تقاطع بين الخط هذا اللي فيه IB 3 60 ميكرو أمبير مع الخط المستقيم، وزي ما شفنا إنه نقطة التقاطع هي إسا موجودة بالمجال تبع الرفيا اللي هو Saturation. فإذا زدنا كمان القيمة تبعت أو القيمة تبعت الطيار IB عليت، أدت إنه النقطة تفوت للمجال اللي إحنا بنسميه Saturation الإشباع رفيا. الخط الأحمر المقطع هذا هو الخط اللي بيفصل بين المجال رفيا والمجال البعيل، وعشان هيك إذا نقطة العبودة بتكون بالضبط على الحد الفاصل، إذا إحنا بنسميها إنه هاي النقطة الكريتيت، أو بنسميها الحفة بالمصطلح بالعبراني ساف ريفيا. فإذا بالضبط بالنقطة هنا وعلى اليمين الـ IC بيكون يساوي بيتا IB من هنا وعلى اليمين، ومن هنا وعلى الشمال بتحقق الشرط إنه بيتا IB أكبر من IC. إذن هذا هو الحد الفاصل بين المجالين. هنا موجود برفيا هاي النقطة باللون الأسود، نقطة أصغر بالضبط هي جاي على الحد الفاصل بين المجالين اللي هو البعيل والرفيا. الترانزستور بدنا نشوف إنه كيف بيشتغل هنا بالمجالين. لما بيكون بالوضع الكتعون اللي هو بيكون بأوف، وفيش عندي مجال انه الطيار يمرق بالترانزستور. والحالة الثانية لما هو بيكون بحالة ساتوريشن فيا اشباع، اللي هو بيكون تقريبا التوتر عليه الـ VCE ممكن نعتبره انه صفر، لانه بيكون قيمته 20 فولت، هو الحالة اللي بيكون فيها المفتاح بالوضع on، وساعتها كل الطيار بمرق بسهولة وبكون عندنا أكبر قيمة للطيار ممكن نحصل عليها بترانزستور، المقصود أكبر قيمة للطيار IC. نتذكر بالمجال تبع الريفيا ساتوريشن دائما الشرط هذا بده يتحقق. هنا بنشوف كيف الدائرة الإلكترونية اللي ترانزستور فيها بيشتغل كمفتاح هون، وطبعا في عندي مفتاح تاني اللي هو عشان أنطيه قيم مختلفة للتوتر، وحسب القيمة ممكن يكون بالمجال
الكتعون اوف او مجال الرواية اللي هو اون. لما بكون مفتاح بالحالة A، فاذا فيش عندي هون توتر فيش عندي مصدر، فاذا المتح التوتر في بي اي بيكون اقل من 17 فولت، عشان هيك الترانزستور بيكونش بوضع انه موصل، وهذا الحالة هاي بتكون الحالة اللي احنا قلناها كتعون اللي هي اوف. طبعا بما انه فيش عندي اي بي، فاذا اي سي كمان صفر، ولما الاي سي صفر فيش عندي هنا توتر متح على المقاومة ار ال، او هي ار سي، هنا ار ال هنا ار سي، بس هي نفسها. ولما المتح هون بكون صفر، فاذا الفي سي سي هي كمان بتكون القيمة هون في سي سي، وبطلع معي انه الفي اوت يساوي في سي سي. لما بيكون المفتاح بوضع بي، فاذا الترانزستور بيكون بالحالة اللي هو فيها بوصل التيار باعلى قيمة تبعته، ونسميها هي ريفايا، وساعتها بيكون هون الفي سي اي تقريبا 20 فولت اللي ممكن نعتبره انه هو صفر. السؤال الأول، في عنا الترانزستور، طبعا شايفين هنا انه فيش عندي مقاومة RA، بيبنوا الترانزستور عشان يشتغل كمفتاح بدون ما يوصلوا هنا مقاومة RA عشان يحصلوا على تيار IB عالي، وتيار IB عالي بحقق الشرط انه بيتا IB أكبر من IC. هو المعطي معانا انه التوتر او المتح تبع الليد لما بيكون بحالة توصيل هو 1.8 فولت، الـ VCE سات 20 فولت، البتا 100، الـ VBE 17 فولت. معطي معانا انه الـ VN يساوي 5 فولت، طبعا 5 فولت بخلي الترانزستور يكون برفيا. القسم الاول انه بدنا نحسب قديش قيمة الـ RB لما الطيار الاي بي بيكون 0.215. طبعا المتح هذا 5 فولت ناقص الفي بي اي بعطيني المتح على المقاومة ار بي. عندنا المتح على المقاومة ار بي بنقسمه على القيمة ار بي حسب قانون اوم، وبنحصل على التيار اي بي. هدول المعطيات. فاذا المتح او التوتر على المقاومة ار بي هو 5 ناقص 17، نقسمها على قيمة التيار اللي معطى معانا، وبيطلع انه قيمة المقاومة هي 20 كيلو اوم. البند اللي بعده بيقولوا لنا انه الـ RL يساوي 1 كيلو اوم، وبدنا نحسب قديش الـ RA. طبعا بدنا نشوف اول اشي انه الترانزستور باي وضع موجود، هل هو موجود ب ريفيا ساتوريشن وهذا الشرط بتحقق ولا لا. ممكن احنا نفرض انه هو موجود بالمجال تبع ريفيا، ساعتها بنستعمل مسموح نستعمل الفي سي اي سات اللي هي 20 فولت، ومن بعد ما نحسب قديش الاي سي واي بي بنفحص الشرط هذا اذا بتحقق. وهيك احنا بدنا بالسؤال هنا نساوي المعادلة اللي من جهة اليمينية اللي هو الـ VCE سات زائد المتح VLED زائد المتح على الـ RL أو RC يساوي الـ VCC. هاي المعادلة منعوض القيم ومنساوي شوية حساب رياضيات، بيطلع معانا انه القيمة IC يساوي 10 ملي أمبير. إسا بدنا نفحص هل الـ 10 ملي أمبير هن أصغر من البتا اللي هي 100 ضرب 0.215. الفحص بفرجينا انه الشرط بتحقق انه ال 10 ملي امبير اصغر من 21.5 ملي امبير، فاذا الترانزستور موجود في الحاله تبعت ريفيا. مهم جدا نعرف انه بالترانزستور كماتج المقصود ترانزستور بتحوم ريفيا، بنحسب التيار اي اي بس بواسطه المعادله تبعت كي سي ال اللي هي معادله التيارات،
وعشان هيك الـ IE يساوي مجموع IC زائد IB وبيطلع 10.215 ملي أمبير. الفرع اللي بعده بقولنا إنه وصلنا LED بالتوازي مع الليد السابق. تعال بس نشوف عشان احنا ما مرقناش على الفروع من قبل. الفرع بقولنا انه مخبرين ليد نصاف بمقبيل لقدام في زهيلو يعني من نفس النوع كمتوار بيوربت لشيء لا واحد اللي هي مش موجودة هنا. واحنا اسا بحل السؤال نرسم الرسمة اللي بدنا نشتغل فيها. واضح جدا انه بالتوازي التوتر بيكون متساوي على التنين، يعني اذا الفي ليد هون 1.8 هون كمان 1.8، وهذا بيأثرش على مجموع التوترات بالدائري. مكتوب هنا انه توصيل الليد الاخر بالتوازي بغيرش من مبالي المتح من التوتر على المقاومة RL ولا على الـ VCE، بينما انه التيار اللي كان من قبل هو IC 10 ملي أمبير، وهنا الـ IC 10 ملي أمبير قبل ما نوصل الليد الثاني على التوازي كان كل الـ 10 ملي أمبير يمرقوا بالليد الأولاني، إسا بتوزعوا بين التنين، فإذا كل واحد بأخذ 5 ملي أمبير زي ما شايفين هنا. بما أنه الطيار بيكون أقل فإذا شدة الإطاءة بدها تكون أخف. مكتوب هون خبور هليد هنصاب بمقبيل لو يشنقت مبالي أميتخ ولو يشنقت زير مكولات آي سي، لأنه بضلوا 10 ملي أمبير بس زير مكولات. الطيار بنقسم بين الليد الأول والثاني وعشان كل واحد بأخذ 5 ملي أمبير، وشدة الإضاءة بالحالة هاي بتتغير وبتصغر. البند اللي بعده بدنا نحسب قديش قيمة RB عشان إنه ترانزستور يكون بعده بالمجال اللي هو رفيا، المقصود إنه يكون على الحفة، عشان هيك هو بيقول لي قديه مسموح يكون RB أكبر قيمة له. فإذا عشان الشرط هذا يتحقق فإذا إحنا بدنا ناخذ اللي النقطة اللي سميناها الكريتيت اللي شفناها النقطة الصغيرة بالخط الفاصل، وساعتها بدنا نستعمل العلاقة إنه بيتا آي بي يساوي آي سي. ومن العلاقة هاي إحنا بنحسب أصغر قيمة للآي بي اللي بعده الترانزستور بيكون بالمجال تبع الإشباع اللي هو ريفيا، بيطلع إنه هو 10 ملي أمبير. منعود بالمعادلة اللي استعملناها بأول السؤال، التوتر تبع المقاومة آر بي على قيمة التيار حسب قانون أوم، بيطلع إنه القيمة الماكسيمالية للآر بي هي 43 كيلو أوم عشان يكون بعده بمجال الساتوريشن. يعني المقصود إذا الآر بي كان أكبر من 43 كيلو أوم فإذن هو بنت إلا المجال اللي سميناه البعيل اللي غاد فيه الآي سي يساوي بيتا آي بي. هون في عنا السؤال الثاني. السؤال الثاني بيشبه كمان السؤال الأولاني بس معطينا معطيات تختلف، ومنشوف هنا إنه التوتر على الليد لما هو بيكون بحالة توصيل اللي هو 2 فولت، بالسؤال قبله كان 5، كمان هنا البي سي سي هو 9، بس طبعا رح نشوف إنه نستعمل نفس المعادلات الكي في ال للحلقه اللي على الشمال اللوب هذا اللي هو في ان يساوي في بي اي زائد اي بي ضرب ار بي، والكي في ال الثاني اللي هو الفي سي اي زائد في ليد زائد اي سي في ار ال يساوي في سي سي. بالفرع الاولاني بطلب انه نحسب قديش التيار تبع الاي بي. اوكي المعطيات هني زي ما شايفين هنا، الفي ليد هو 2 فولت، المعادله التوتر تبع المقاومه ار بي على قيمه المقاومه ار بي
تعطينا قديش القيمة تبعت اي بي اللي هو 0.43 ملي امبير. البند اللي بعده معطي معانا انه الاي اي يساوي 3.83 ملي امبير، بطلب انه نحسب قديش القيمة تبعت الار ال. طبعا لما انا استمعتي معي اي اي ولقينا قديش الاي بي، ممكن نلاقي ايش القيمة تبعت اي سي، ونركب المعادلة عشان نحسب قديش الار ال. الاي سي يساوي اي اي ناقص اي بي، ويساوي 3.83 ناقص 0.43، هاي حسب كي سي ال. فاذا عرفنا قديش الاي سي 3.4 ملي امبير، ومن المعادلة انه بيتا يساوي اي بي، نحصل انه 43 ملي امبير. فاذا البيتا اي بي هي اكبر من اي سي، وهيك برهنا انه الترانزستور بريفيا. نطلع لاستراحة 10 دقائق ومنعود ومنكمل حل السؤال اللي بلشنا فيه، سؤال 2.
عدنا بنكمل السؤال زي ما شفنا بالبند با انه كان معطي معنا قديش القيمه تبعت اي اي والقيمه تبعت القيمه تبعت اي اي انه زي ما كنا عارفين انه الاي اي هو يساوي اي بي زائد اي سي، لانه قلنا بس هذا هاي المعادله بتتحقق بالحالي لما بكون ترانزستور برفيا ساتوريشن. هو معطي معنا الاي اي هو 3.83 والاي بي كان معطي لقيناه اللي هو 0.43 وهيك حسبنا قديش الاي سي. اوكي طلع معنا الاي سي 3.4 ملي امبير عشان نفحص انه الترانزستور هو برفيا لانه استعملنا او عشان نستعمل القيمه تبعت بي سي اي سات اللي هي 20 فولت لازم انا ابرهن انه هو موجود برفيا. زي ما شفنا انه هو بكون برفيا. هاي المعادلة تبعت كي في ال من جهة اليمين، وطبعا اسا مسموح نستعمل القيمة تبعت بي سي اي سات لانه برهنا انه ترانزستور بكون بحالة الساتوريشن اللي هو رفيا. منعود هون القيم 20 2 الفي ليد، الاي سي لقيناه 3.4 ملي امبير. شايفين انها محطيناش في 10 كو ناقص 3 لانه نستعمل بملي امبير. الجواب اللي بيطلع معنا بنحط له الوحدات كيلو اوم، بيطلع انه الار ال يساوي 2 كيلو اوم. البند اللي بعده بيسالنا ماكتينيم اتنجاد ار بي لخيتسي ميركو، انه بنصغر القيمه تبعت ار بي لنصف القيمه يعني ل 5 كيلو. قبل ما نشوف شو بالسؤال بده تعال نشوف لما احنا بنصغر القيمه تبعت المقاومه، فاذا التيار اي بي بكبر، وبما انه هو كان بالمجال تبع رفيا انه بتحقق بيتا اي بي يساوي بيتا اي بي اسف اكبر من اي سي، اذا انا بكبر الاي بي فاذا هو بده يضله بيحقق الشرط انه بيتا اي بي يساوي اي سي. بس انه بالحاله هاي بما انه الاي بي كبر اكثر فاذا الترانزستور بده يفوت لمجال الرفيا بحاله انه هو اكثر اعمق، يعني مش قريب على الخط بينه وبين المجال البعيل، بينما بده يكون هو عم ببعد عن النقطه اللي سميناها النقطه الحرجه الكريتد. فاذا انه تصغير المقاومه ار بي للنصف بتخلي ترانزستور انه يضله بالمجال تبع رفيا، وساعتها الاي سي بتغيرش القيمه تبعته لانه البيتا اي بي بكبر بس الاي سي بضله نفسه. بما انه الاي سي بضله نفسه فاذا شده الاضاءه تتغيرش، فاذا ماكتينيم اتنجاد ار بي لخيتسي ميركو هائم عثمات شدة الإضاءة تبعت الليد بتتغير، المقصود بتكبر بتصغر أو بتتغيرش. الجواب هو إنه بتتغيرش لأنه القيمة اي سي بتتغيرش والتيار اللي بمرق بالليد هو بضل نفسه اللي كان من قبل. فإذا عثمات أرى لو تشتني شدة الإضاءة لا تتغير بترانزستور لأنه ترانزستور موجود بالحالة تبعت رفيا ساتوريشن، ولما منصغر القيمة تبعت أر بي هو بضله بالمجال تبع رفيا، بينما بالعكس بيبعد أكثر عن المجال تبع البعيل، والآي سي ما بتغيرش وعشان هيك شدة الإضاءة بتتغيرش كمان.
البند دال بيشبه البند دال اللي كان بالسؤال قبله، انه نفس الشيء بيقول لي قديش اكبر قيمه لار بي مسموح تكون عشان يضلوا الترانزستور بالمجال تبع الرفيا. فاذا هنا بدنا نلاقي قيمه الميتا، اسف، بدنا نلاقي قيمه التيار اي بي اللي هو المينيموم اللي بخليه يضلوا بالمجال تبع الرفيا. فاذا الاي بي مينيموم يساوي اي سي على بيتا. هاي العلاقه هي بالضبط النقطه الحرجه اللي حكينا عنها اللي بتفصل بين مجال ريفيا والبعيل. القيمة المينيمالي هي 0.034 ملي أمبير. في إن ناقص في بي إي هو التوتر على المقاومة آر بي. حسب قانون أوم التوتر على التيار بعطينا قديش قيمة المقاومة آر بي، وهاي القيمة الماكسيمالي 126.47 كيلو أوم. المقصود إنه إذا أخذنا مقاومة أكبر من 126.47 كيلو أوم، فإذا الترانزستور بده ينتقل من المجال تبع الرفيا للمجال تبع البعيل اللي بيشتغل فيه غاد كمكبر. السؤال الثالث كمان هو الترانزستور بيشتغل كمفتاح، بس فيش عندنا هنا انه ليد اللي يضوي او انه يمر فيه طيار. هذا الدائري هنا انه كيف ممكن احنا نحصل على في اوت قريب كتير للخمسة فولت اللي احنا ممكن نعتبره واحد لوجي، زي ما تعلمنا بموضوع الانظمة الرقمية الميتوج اللي هو الحالة اللي بيكون فيها القيمة هاي، أو إنه الفي أوت ممكن يكون القيمة طبعته هي قريبة كتير على الصفر اللي ممكن نعتبره كأفس لوجي، يعني لو هاي زي ما تعلمنا بموضوع الأنظمة الرقمية اللي هو الميتوج. المعطيات الفي سي إي سات 20 فولت، في بي إي 17 فولت، والبتا 100. بطلب مننا إنه نحسب التيار والتوتر لنقطة نكونات العبودات تشغيل تبع ترانزستور. وطبعا هون كمان انه بطلب مني انه انا ابرهن، لو ما طلبش انا لازم دائما ابرهن اشي استعملته انه الاستعمال تبعه هو بالمجال الصح. والفرع با ما قد لو هماكسيمالي شان قاد ار بي قديش الترانزستور يتمتاج بين متساف كيتعون الرفيا. نفس الشيء انه بدنا نحسب قديش اكبر قيمة لار بي اللي يضلوا يشتغل كمفتاح اون اوف. عشان يشتغل كمفتاح اون اوف لازم يكون بمجال الرفيا ومش بمجال البعيل. والفرع الاخير عبور نقادة بسيسة ميكوري، أوكي، اللي كان معانا بالسؤال أو إنه انطلب كان معانا بالسؤال 10 كيلو، مش اللي بدنا نحسبه بالفرع با. بطلب مني قديش القيمة المينيموم تبع البتا اللي يخلي الترانزستور يضلوا بالمجال تبع ريفيا. هاي الدائرة تبعتنا، هدول المعطيات. المقاومة 200 أوم حولناها ل 20 كيلو أوم زي ما حكينا عشان نشتغل مع مقاومات اللي هن بوحدات كيلو، فإذا نحصل على التيارات بوحدات ملي أمبير. المعادلة هاي زي ما كنا نسويها إنه الـ VS يساوي VBE زائد التوتر على المقاومة هاي، أو إنه التوتر على المقاومة RB هو الفرق بين الـ VS ناقص VBE. فإذا VS ناقص VBE هو التوتر على المقاومة تبعت RB. حسب قانون أوم نقسم على القيمة تبعت RB وبيطلع معانا بنحصل على 0.47 ملي أمبير. إذا بنفرض
انه الترانزستور بالمجال تبع اللي بنسميه الفعيل اللي فيه بتحقق اي سي يساوي بتا اي بي. هون بدي بس اذكر شغله بالسؤالين اللي مرقوا احنا كنا نفرض انه هو موجود بالمجال تبع ريفيا ساتوريشن، ومن بعد ما نحسب قديش الاي سي واي بي نبرهن انه بيتا اي بي اكبر من اي سي، وساعتها نقول بما انه هذا الشرط تحقق فاذا هو عن جد موجود بالمجال تبع ريفيا. ممكن احنا نبرهن بشكل يختلف، انه نفرض انه هو موجود بمجال البعيل، ولما نحصل على النتائج ونفحص بنشوف انه في عندي تناقض، وبما انه في عندي تناقض فاذا هو مش موجود بالفرضية اللي فرضناها، المقصود انه هو مش موجود بالمجال تبع البعيل. وبما انه الترانزستور هو بيشتغل بمرق طيار موجود بحالة توصيل وبرهننا انه مش بالمجال تبع البعيل، فاذا بقي انه يكون بس بالمجال تبع الريفيا، وممكن كمان اعاود افحص كمان دور. فاذا بنفرض انه هو موجود بالمجال تبع البعيل، عشان هيك انه بدنا نستعمل هاي المعادله او هاي العلاقه، وكتبنا انه الاي سي يساوي 47 ملي امبير. بالسؤال تبعنا اذا بنستعمل بالسؤال انه كان عندنا هيك، هذا 5 فولت، هذا الار سي اللي هو 20 كيلو اوم، هذا هو الـ VCE، سات. احنا طلع معانا انه الـ IC هو 47 ملي امبير ضرب 20 كيلو، فاذا التوتر هنا هذا بيطلع معانا انه هو 9.4 فولت، وهذا اشي مش مزبوط لانه كل التوتر اللي هو المصدر 5 فولت مش ممكن انه هذا يكون 9.4 فولت. يعني كلمات تانية، اذا هذا 9.4 فولت فاذا هذا بده يكون سالب، وعشان هيك انه في تناقض ومش ممكن يكون الترانزستور موجود في المجال تبع البعيل، عشان هيك احنا نفينا انه يكون بالبعيل، فاذا هو بيكون ايش بالريفيا. هاي هنا الحل، انه ال VCC ناقص VCE 5 ناقص 0.2، اوكي هذا التوتر على المقاومة RC، نقسمها على القيمة تبعت RC بيطلع انه ال IC يساوي 24 ملي امبير. طبعا انه ال IC 24 ملي امبير وهي أصغر من بيتا اي بي اللي هي 47 ملي امبير زي ما شايفين هون. فإذا من بعد ما نفينا انه بالبعيل قلنا تعال نتأكد كمان انه موجود بالريفيا، وطلع انه الشرط تبع الريفيا بتحقق. البند اللي بعده عشان احنا نضمن انه التيار بالمجال ريفيا انه يكون 24 ملي امبير، هنا بدل ما نرمز اي بي من مينيموم يساوي، قلنا انه الاي بي لازم تكون اكبر، يعني نفس الشيء ممكن نحط هنا يساوي ونزيد هنا الاندكس مينيموم. هنا بدنا نحسب بالضبط قديش القيمه الحرجه تبعت الاي بي عشان انه يفصل بين
اذا كان هو بالمجال تبع الرواية ساتوريشن ولا انه بالمجال تبع التكبير اللي هو بيكون بعيد. فاذا الاي سي اللي لقيناه 24 لما بيكون هو بالرواية على القيمة 100، فاذا الاي بي المينيموم لازم يكون 0.24 ملي امبير. هذا التوتر على المقاومة ار بي على القيمة المينيمالي تبعته. فاذا حسبنا قديش الار بي الماكسيموم اللي مسموح يكون هو 17.917 كيلو اوم، وعشان هيك الار بي لازم يكون اصغر من هاي القيمة. او كان ممكن نكتب احنا انه الار بي ماكسيموم يساوي 17.917 كيلو اوم، واذا طالب بده يقرب القيمة هاي ممكن نحطها 9.2 كيلو اوم. يعني ممكن انه نستعمل اليساوي وممكن نستعمل الإشارة التباين نفس الشيء. البند اللي بعده قلنا انه بدنا نستعمل نفس المقاومة اللي كانت بالفرع الاولاني، انه الار بي يساوي 10 كيلو اوم، والتيار تبع الاي بي هو 0.47 ملي امبير، وبدنا انه الترانزستور يضلوا بالمجال تبع ساتوريشن ريفيا. بطلب مني احسب قديش البتا المينيماليت اللي احنا بحاجة الى. فاذا القيمة تبعت الطيار اي سي عشان يضلوا او لما بيكون بالمجال الساتوريشن ريفيا هو 24 ملي امبير حسبناه، والاي بي المينيموم هو 0.47، فاذا النسبة بيناتهم هي تقريبا 51. فإذا إذا البتا أكبر من 51، فإذا الشرط بتا آي بي أكبر من آي سي بتحقق وبيكون هو موجود بالريفيا. وإذا البتا بتكون أصغر من 51، فإذا الشرط إنه يكون بالريفيا بتحققش. كمان شغلي هنا مراجعة، إحنا كل الوقت لما كنا نقول النقطة الحرجة هي هاي هون الخط هذا اللي بيفصل بين المجال تبع الريفيا والمجال تبع إيش البعيل. البعيل هون فيه بتحقق هون إنه آي سي يساوي بيتا آي بي، وهذا المجال اللي هو بيتا آي بي أكبر من آي سي. فإذا إحنا عم نشوف بالضبط النقطة اللي هي على الحد الفاصل بيناتهم، وهذا هو اللي كنا نرمز له الآي بي مينيموم. اللي كنا نحسبه. فإذا إذا إحنا بدنا نلخص هنا، للترانزستور هو بيشتغل كنوعين نسميها، ان النوع اللي بيساوي عملية التكبير انه بكون في عندي سيجنال متردد اللي انا بدي اسوي له عملية تكبير، بستعمله بالمجال اللي بنسميه احنا البعيل. اوكي، والمجال هذا دائما بتحقق الشرط اي سي يساوي بيتا اي بي، يعني النسبة بين الاي سي والاي بي هي ثابتة، عشان هيك شايفينها هون ثابتة. لكل اي بي في اي سي ملائم له، والاستعمال الاخر للترانزستور هو بيشتغل كمفتاح سويتش اون اوف، عشان احنا نتعامل معه كمفتاح تشغيل او عدم تشغيل الاجهزة. وطبعا كمان لما بنشغل الأجهزة كمان ممكن احنا نساوي عملية تكبير
التيار الكهربائي اللي هو لما بيشتغل بالمجال تبع الرفيا. المقصود هنا إذا أنا كان في عندي جهاز اللي من الجهاز بيكون عندي هنا تيار معين اي واحد اللي التيار هذا القيمة تبعته صغيرة وأنا بدي أكبرها، فإذا أنا بوصله ل هنا بحصل على اي سي اللي هو مكبر. يعني انا بدل ما اوصل التيار اي واحد مباشره للجهاز اللي بدي استعمله، انا ممكن اوصله هون للجهاز اللي بدي استعمله بهاي النقطه. على سبيل المثال زي ما شفنا الليد اللي بدنا نضويه، اذا كان التيار اللي طالع هون من هون مش كافي، اذا احنا نوصله بهذا الشكل. طيب هون هاي كمان الخط المستقيم، هون النقطة هاي تنين، هاي لما بنكبر الاي بي ساعتها الترانزستور بنتقل للوضع اللي هو بيكون برفيا. وهاي النقطة الأولى شفنا انه كل ما نزيد الاي بي اوكي طبعا الاي سي بيكبر وبصير يقرب على المجال تبع الساتوريشن اللي هو ريفيا. شكرا لاصغائكم، بتامل انه وفيت الشرح والى اللقاء.